السوق راه يقولها، السوق هو اللي السوق يقولها هكذا. كيفاش؟ السوق غالي. فهمها لنا كيف السوق غالي. مثلا مثلا انت موال، موال اصلا اب عن جد. ايوه. ايه السلعه هذه منين؟ من الجلفه. ناس الجلفه. ايوه. ايه وش حكايه المال اللي يطلعوه الموال؟ اخبار الموال هم مثل الاصول. كيفاش فهمها لنا؟ فهم انا نعطينا كلمتي فهم الراي. نعطيك مثال، كيكون الراي ما كانش، كيكون الراي ما كانش، الماكله ما كانش، يوكلوا الالف والالف غالي، هيدير 600 650. صح معليش انا نسقسيك تجاوب. معليش ماشي لا ما نزحفوا ماشي مشكل. قلنا شتا ما كاش وما كاش العلف وين ياكل. لازم نربطوه لازم تربطو. ما يرعاش على فمو، ما يرعاش. وهي ماشيه لانها تمشي، ماشي ماشي الحابسه. هاتك صح. سما في المثل زعما هذه حابسه، هذه راه كلات، هذه كلات. صح. شحال ياكل هذا الخروف في النهار؟ عطيني في النهار شحال ياكل. ياكل دراهم. ياكل شي، ياكل دراهم. اه واش ياكل؟ شحال ياكل؟ شحال ياكل؟ ياكل واحد 3 كيلو. 3 كيلو شحال راه شعير ولا شحال راه؟ راه يدير 680 القنطار. نقولوا في العمليه الحسابيه ياكل 20000 الماكسيموم. 20000 زعما اكثر. شحال هذه اكثر؟ ياكل واحد 50000. ايا بركان عاد تاكلوا فرازه يا خويا. نوكل فيه شعير ولا ناكلوا التفاح يا خويا؟ شعير ونغالة. شعير ونغالة شحال ياكل؟ ياكل ماكسيموم 3 كيلو في النهار. نقولوا احنا مش حاسبوا فيك. ثلاثة على بالي. ثلاثة كيلو. ايوا ثلاثة كيلو 7000 في 7000 27000. ثلاثة كيلو الدواء تاعو غالي، الخدام تاعو غالي، اللي وين تروح كلش غالي. صح. انتم في الجلفة شحال عندك ما كبش في المزرعة ديالك؟ ما عندناش بزاف، احنا نشروه. تشروه؟ ايه سما تولي انت ريفوندور، سما تشري على الموال الحقيقيين وتقلب. ايوا ايوا احنا ما عندناش بزاف. والحكايه كاينه منها يدو مليون وتدوز جملين في الفايده. ما كاش منها هذيك على اليوم. على ما كاش منها السنه راه الكبش تاع لي كان 4 ملايين او يدير 8 ملايين 7 ملايين. انت تشري من السوق. تشري من السوق وتجيبو ترونسبور لهنايا ينصغام لك هنا. ينصغام بزاف. تدي فيه 300 350 ماكسيموم. اي بركة. اي والله. قال لك ما مش يقنعوا كاع 300 هذه راهم يقولوا زوج ملايين 3 ملايين. يا ودي ما كاش منها هذه كاع. كيف زعما انت سوبوزون زعما هذا الكبش اللي قلت لي 8 ملايين شاريه زعما 6 ملايين و500 جايبهم من الجلفه لهنا 500000؟ هذاك 500000 ماكسيمو ترونسبور تاعو. شحال يجيبك ترونسبور من الجلفه لهنا؟ يجيبوك ب 1700 1800 للكبش الواحد. ماشي للكبش الواحد، لا لا الفياج. اه الفياج. ومن بعد تيك انت نباتات وفطورك وعشاك يخلصها من الزوالي. خلص من الزوالي باينه هذه. انا تمرمد هنايا. واش؟ ايه هو يجي خويا نطحطح ولا تشيتشي وكيف انا تمرمد باطل؟ ماشي باطل. بصح ما ترحمش خوك، ربي يقول ارحم من في الارض يرحمه من في السماء. يا خويا شوف احنا مواتنا راهم يعلفوهم نورمالمون يخلصها موان كي تعلفوا يخلصها. اي برك هاو لازم. كيفاش هذه؟ هو يخلصها يا خويا. سما معناتها انت حبيت تقول لي الكبش زعما انت راك داير في بالك هاك تقول لي تشيتشي ونايض ويجي يشريه. انت داير في بالك الدراهم راهم مخبيهم تحت المخده. يا خويا مساكن يدخلوا خويا كل واحد واش يخدم كومارس خويا. كل واحد واش يخدم. وانت راك داير الشعب الجزائري كاع عنده دراهم. لا ماشي كاع عنده دراهم. كاين زوالي. صح. كاين نزيد نولي لك. انت كي تقول لي انا زوالي، ما انت هاك شت شي على الموال وجيت نافيكي زعما. يعطيك الصحه. وشكون اللي يجي يشري عليك زوالي كيما انت؟ زوالي. وعلى اليوم كي تقول لي زوالي واش يديه باطل؟ بصح انا دراهمي خارجين قبلو. سواردايا خارجين قبلو، انا نعطي له سواردا، انا نشري ونعطيه له. بصح انت تقول لي في العمليه الحسابيه كي تقول لي فطورك وعشاك لا دوري اللي قعدت هنا كاع يخلص الزوالي هذا. انا نخدم خدام، انت دير خدام باطل؟ كي دير خدام باطل؟ ماشي باطل. ما ديروش باطل، لازم تخلصوا. ايه. هنا لازم تكري. صح قول لي جوستومون راني حاب نعرف شحال كريت ولا هنا؟ هنا راه ميكرو ب 8 10 ملايين. هكذا؟ ايوا. زيد مصروفكم عشاكم وفطوركم. هاتك صح. وين والخدام تبات هنا برا. هنا داخل سيدي برا. تبات برا. تبات عند المال. علاش؟ هو تبات عند المال يا محمد، كيف ما تباتش عند؟ تخاف يعودوا يديوه. هو تخاف يدوه هنا. واش تقول للزوالي من المنبر هذا؟ واش تقول؟ راهم يتهموكم يقول لكم انتم اللي راكم تديروا 6 ملايين 3 ملايين فيه. ماشي احنا. ماشي احنا خويا، احنا نشرو، احنا دراهمنا خارجين. خارجين قبلهم. الموال الكبير هو اللي عليه اللوم. وين نلقاو هذا الموال الكبير؟ الموال الكبير ما تلقاش. التليفون ما يتحكمش. ما تحكموش. عنده 1000 1500 راس. ما تحكموش. داير خدامو صادي بورا هنايا. وانتوما سما تدوا حاجه قليله وتدوا حاجه قليله مك... حاجه قليله ما كانش يعني. صح. سؤال ما قبل الاخير واسمح لي صح التعبير. وشنو
شحال جبت من راسنا هنا للجزائر؟ ولا كل يوم فياجا ولا حساب؟ ماشي كل يوم فياجا يا خويا. البيع راه كاين ولا ما كانش البيع؟ والو ما كانش. شحال جبت معاك من الجلفه لهنا؟ جبنا 50 راس، راه عندنا فيها 10 ايام ولا 15 يوم. 10 ايام مازال ما سلكتهاش؟ مازال ما سلكناش. خلي اللي يشري عليك يقول لك خلي عندك، خلي عندك ننجي. ياك توكلوه كي خلي عنده، ماشي تخلوه للشر هذاك كيفاش. يا خويا راك تشوف فيه حابس، ها ياكل يا خويا. 50 راس ما كاين والو، مازال ما دورت. ما كاين والو، ما كاين والو. في حالة ما إذا زعما ما تبعوكمش تعاودوا تولوا تعاود تعاود تديه. بصح كاين واحد، كاين واحد الحاجة يديروها أنتم ديروها تفهموا مع الموال، يعطيكم واش بعتوا، بعتوا واش ما بعتوش ترجعوه له. لا لا. سمع ما تربحوا ما تخسروا حتى حاجة. لا لا، احنا نشتري وخلصتهم. هكذا؟ خلص في البلاص. درام حيه. خسرت الله يسهل، ربحت الله يسهل. تحت شعار بكاء عند راس المية. يعطيك الصحة. يا خويا زيد قول للشعب هذا المواطن البسيط اللي يسمع. خويا المواطن البسيط انا حسن اونو. كاين اللي ما يخلصش، يخلص زوج ونص ثلاثة، ما يقدرش على كبس تاع سبعة. ما يقدرش عليه. تاع بصح ما يقدرش عليه. واش راح دير؟ زوالي دائما زوالي هو اللي يخلص كل شيء. والله هو اللي يخلص كل شيء. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.